المؤمنين. احنا وصلنا لصح 21 من سفر الرؤيا، وزي ما حضرتكم فكرتوني ان احنا وصلنا لعدد رقم، خلصنا 5. وانا مساحة 19 بتبتدي الميراث الابدي. واذا كنا في جزء كان في الاصحاح العشرين اخر العشرين خالص اتكلم بس في الدينونة، وكأن ربنا بيهتم جدا بالسماء والميراث الابدي، اما اللي هم مش في نعمة ربنا واللي هتيجي لهم الدينونة واللي هيدانوا واللي هيطرحوا في الموت والهوية في بحيرة النار بيخصصوهم في الجزء ده عدد ايات قليلة الاهتمام بالقديسين. قلنا ان اصحاح 21 النهاية، رأيت سماء جديدة وارضا جديدة، وفهمنا ازاي السماء حتى السماء تبقى سماء جديدة وازاي الارض ارض جديدة. واحد يقول يا ابونا طب السماء هتتغير؟ اه برضه، لان السماء برضه حصل فيها خطية بسبب الشيطان لما تكبر على الله. فالسماء الجديدة والأرض الجديدة هيبقوا سماء وأرض مفهومش خطية، عشان المسيح يقعد فيها ربنا. وعشان كده أكدها في أول آية في 21 يوسف، رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد البحر. وشرحنا كل هذه الأمور. وصلنا لآية 5 اللي بتقول أنا أصنع كل شيء جديدا. وصلنا لدي وقفنا عندها وقلنا ان كل شيء جديد، هي بيأكد ان كل شيء هو جديد. وقال لي اكتب، فان هذه الاقوال صادقه وامينه، وان ليه بيتكتب؟ ليه ما تبقاش شفهيه؟ تتكتب لان الانسان بطبعه ما بيصدقش الا المكتوب. حتى لما بقى انا اعمل عقد مع واحد، الناس تقول لك لا، يقول لك انا كلمتي كده، يقول لك لا يا عم اكتب لي، مش كده برضه، اكتب عشان يبقى حاجه واضحه. ربنا عارف الضعف البشري، وإذا كانت الكلمة مكتوبة والناس مش بتصدق، وما لو كانتش مكتوبة كانت الناس هتعمل إيه؟ فعشان كده لو اكتب كل هذه الأمور صادقة وأمينة، صادقة لأن ربنا هو اللي قالها. وصلنا لآية 6، ثم قال لي قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. ثم قال لي قد تم، يعني إيه ثم قال لي قد تم؟ إيه قد تم ده؟ يعني ايه قد تم؟ قد تم يعني هو عمل، هو عمل مش لسه هيعمله. يوحنا لما شاف الرؤيه دي كان كل الكلام ده لسه ما جاش ولا حاجه تاني. زي ما قلنا في سفر الرؤيا في حاجات اتنبأ بيها يوحنا حصلت، ولسه في حاجات ما حصلتش، وفي حاجات مستمره على طول الوقت من ساعه ما اتنبأ لحد النهارده عماله مستمره وشغال. طب ايه قد تم؟ قد تم السماء الاولى والارض، السماء اللي ما فيهاش خطيه والارض فيها خطيه، السماء الجديده والارض الجديده قد تم. ايه رايكم؟ فعلا قد تمت؟ يعني الكلام ده كان تم ولا ما تمش؟ تم، حصل، وفعلا ربنا كده، ربنا خلقها. كان ربنا خلقها وعملها من قبل تاسيس العالم. مش ربنا بيقول ارثوا الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم؟ ايه هو الملك المعد لكم قبل انشاء العالم؟ اللي هيورثهم السماء الجديده والارض الجديده. يبقى ربنا عملهم منذ ايه؟ منذ بدء الخلق او ما قبل، يعني منذ الازل يعني. فربنا عمل، فبيقول له بيورثوا ما قال لي قد تم، يعني بيقول له انا عدتها فعلا. عارفين زي ما واحد يعني ايه يوعد ابنه بحاجه، يقول له يا حبيبي انت لو نجحت اجيب لك عربيه حلوه، وعلى فكره انا اشتريتها، انا جبتها لك. طب جبتها امتى؟ انا جبتها موعدك بيها، خليها اول ما تنجح وتاخد الشهاده هقدمها لك. ده اثبات ايه؟ اثبات ان ابوه ده مهتم بيه وعنده ثقه ان الولد ده هينجح. ما عندوش ثقه كان هيبذل دمه. ربنا عنده، شوف ربنا غريب جدا، عنده ثقه فينا من قبل تاسيس العالم ان الانسان ده كويس ويبقى كويس. على فكرة ربنا يعني شايف إن الإنسان كويس ويبقى كويس. إحنا ما عندناش إيه؟ ثقة في ربنا ولا ثقة فينا.
لكن الانسان فوق بطبيعته هيخش السماء، فربنا مجهز له هذا المكان، مجهزه من قبل حتى ما يخطئ ويجي المسيح المتجسد ويمنحنا الغفران ويتصلب عنا ويقوم ويبني كنيسته او ياسس كنيسته. كل ده كان المسيح عارفه عنه. عشان كده بعدين على طول قال له ايه؟ قال له انا هو الالف والايه؟ والياء، البدايه والايه؟ والنهايه. يعني انا الف والياء، يعني انا الالف، انا هو انا البدايه، انا الازل وانا الابد. انا في فكر الله كل هذه الامور. عشان كده لما يجي واحد يسال سؤال يقول لك ايه؟ هو ربنا عارف؟ اه عارف. عالم؟ اه عالم. طالما هو عارف وعالم، انا مسير ومخير؟ السؤال ده بقى اللي بنساله ده. لا انت طبعا مسير، لانك انت في قراره. طب ازاي انا مسير؟ ربنا عارف اللي اعمله. لا، هو ربنا عارف بعلمه اللي هو الالف والايه؟ هو عارف هتعمل ايه، لكن انت اللي هتعمل. فاهمين الفكره دي؟ الفكره اللي هي ثمانيه بنسال فيها دي. هو الانسان المسير مخير طبعا. انا قلت لك مسير اخطيت. بس طبعا مخير. مسير بس في الايه؟ في الميلاد والموت. الحاجه اللي ربنا ايه؟ بيحطها لك على حسب ما هو عارف شخصيتك هتبقى ايه. فربنا الالف ها والياء، البدايه والنهايه. نهاية ليس له نهاية وبداية ليس له بداية. عشان كده برضه في حضن الآب، في أيقونة البيبا امبراطور الله الآب، نحط الألفا والإيه؟ والأوميجا. مش كده؟ ليه؟ ربنا ليس له بداية وليس له نهاية. وعشان كده اللي نعمل ربنا الحمل نعملها إيه؟ منورة. ما تعرفش أقولها من آخرها، ربنا ما تجيبش أول من آخرها. فربنا عارف كل حاجة من علمه. ها؟ علمه غير متناهي ومعرفته الصادقة. فهو عارف، عشان كده عمل ايه؟ قد تم هذا العمل، قد تم هذا العمل. كل ما علينا ان احنا ايه؟ نجتهد. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. انا اعطي العطشان من ينبوع الحياة مجانا. مين هو العطشان ده؟ مين هو العطشان؟ العطشان لايه؟ للروح القدس. العطشان للثمار الفرح، ثمار الروح القدس. ها؟ فرح الروح القدس، ثمار الروح القدس. العطشان ده ايه؟ ان يشرب الماء الحياه، ده العطشان. مش العطشان ارض. زي ما ايه؟ ما اول ما نشوف العطشان دي من ايه؟ من ينبوع ماء الحياه، نفتكر مين؟ السامريه اللي شربت من البير وعطشت. ولا دول ما انت قاعد عطشان من البير ده؟ ها؟ ابار مشققه دي؟ هتيجي تاني وتالت ورابع وتخافي. تبقي خايفه من الناس. لكن اول ما شافت المسيح قال انا عشان عندي الماء ايه؟ انا ينبوع الماء ايه؟ الحي. ينبوع الماء الحي يعني ايه؟ يعني انا اللي بدي الماء. فلما الواحد ايه يكون عطشان من المسيح، من الروحيات، من الكنيسه، الله يعطيه. فلما يعطيه ماء ايه؟ ماء الحياه. والماء الحياه ده ايه؟ مجانا. السامريه كانت تروح تتسحب عايزه تشرب ماء عز الظهر، عرق، جهاد، شغل، عمل، تفضل تشتغل في العالم وعمال تلف حوالين ساقيه. في حد بياكل ببلاش؟ في حد بيشرب ببلاش؟ هات لي كده واحد بيشرب ويشرب ببلاش، تعب، الارض تعب. لكن المسيح بقى اللي بيدي ماء ايه؟ مجانا، بيدي ماء الحياه مجانا. يعني خليته الماء اللي هو بنعطش فيه، اللي بنتعب منه وبنعرق، ده ايه؟ ده الفلوس. والميه اللي هي أبدية، اللي هي ملهاش أول ولا آخر، اللي هنرزق بيها الحياة الأبدية، دي مجانا. وعشان يظهر إن هي مجانا إحنا مش بنسعى الظهر كده يعني. حاجة غريبة جدا، أنا أعطي العطشان من ينبوع من الحياة. مين هو العطشان؟ العطشان من الروح القدس. هنا أشرب الروح القدس. فلما يعطيه المسيح مجانا يبقى ده إيه؟ يبقى ده. وليه مجانا؟ ما تقدرش تدفع ثمن. مين يقدر يدفع ثمن من الروح القدس؟ مين يقدر يدفع ثمن؟ استدامه إيه؟ دم. تمام. دم موت. فمحدش يقدر على تمن. محدش يقدر عليه على تمن. يجي بعد كده الآية 70، من يغلب هو اللي بيدور على ماء الحياة، اللي عارف المسيح الألف والياء والبداية والنهاية، اللي متأكد إن هذا تم بالفعل وهو بقى بيجاهد. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها.
من يغلب يرث كل شيء، دي حاجه تكسفنا. تكسفنا ليه؟ واحد يجي يفكر في الايه دي، الايه دي حافظها من ظهر القلب يعني، من يغلب يرث كل شيء. طب يغلب عايز ايه ربنا منك؟ عايز حاجه يعني، انت عايز تشرب من الماء. عايز ربنا عايز تشرب من الماء اللي هو بيعطيه، هو بيعطيه من غير ايه؟ من الفلوس. بيدي من غير فلوس. طب ليه انت مش بتروح؟ انت هتغلب، هتاخد كل شيء. الواحد علشان يعني حبة فلوس ما يساووش اشتغل ساعات كتير، وعلشان ماء الحياة المجانا اللي يرثى كل شيء ما بتبذلش مجهود. عشان كده الآية دي تكسف يعني. الغلب هنعمل ايه؟ بالروح القدس. طب ما تاخد الروح القدس، ما تجتهد الروح القدس. ليه احنا عمالين نلف حوالين نفسينا في ضيع ضيع وفنيه؟ هتلاقي ربنا بس الذي لا يعمل لا ياكل. ايوه مظبوط، بس ايه اولوياتك؟ يعني هل اولوياتك روحيات ولا اولوياتك ماديات؟ فده السؤال بقى الواحد يمسى روحه. انت عمال تدور على الارضيات، عمال انا مش فاضي، انا مش فاضي. طب هتاخد ايه؟ طب اسال نفسك، بقى لك 30 سنه بتشتغل، 20 سنه بتشتغل، 10 سنين بتشتغل. لا احنا بقى قاعدين بنشتغل 30 سنة ايه؟ لو واحد عمره 50 سنة، أول 6 سنين هو اللي ما اشتغلهمش، كان أبوه وأمه بيربوه في البيت، بقى من أول ما بدأ في أولى ابتدائي لحد النهاردة عاملين شغالين. والمذاكرة دي شغل، وأنت حياتنا عشان تشتغل شغلة كويسة، واشتغل شغلة كويسة، وعمال يشتغل، وبعدين بيلف حوالين ايه؟ سقي. عارفين أسف في التشبيه، عارفين العيب لما يلف حوالين ساقية؟ بيغمق عينيه ليه؟ عشان ما يعرفش إن هو لو هو في الطعم ايه؟ عمال يلف كده هيتعب، هيبقى فاكر ان هو ماشي على طول، وهو ماشي كده بيلف، فاكر ان هو ماشي في خط ستريت مش ماشي لفه، لو لفه هيقع هيتعب. احنا مفتحين وعاملين نفسنا مفتحين، بس احنا مغلطين برضه، عمالين نلف حوالين ساقيه. والنقطه اللي تروح فيها ترجع فيها، تقول لك انا هبقى كويس، هبقى كويس، هبقى كويس امتى؟ مرتبي يزيد في الوقت، طب مرتبك زاد، وبعدين تلاقي نفسك كل يوم نفس احتدال، وعمال عايز عايز عايز. يعني ابونا ما اشتغلش، لا تشتغل، محدش يقول كده. تتعب؟ لا تتعب، بس ايه الاولى؟ تتعب عشان تدرس مجهود، اسف ما تتعبش عشان تاخد مجهود سماوات، ولا تتعب عشان تاخد ارضيات؟ لو صعب ما تتعبش. تتعب في ايه؟ بتحب ربنا، بتحبه خلاص، اولوياتك رقم واحد في حياتك. من يغلب يرث مجهود، يغلب يغلب شيء، يرث كل شيء، يرث كل شيء، يرث السماء والارض الجديده. أرض ملهاش أول من آخر، سماء ملهاش أول من آخر. يرث كل شيء، يرث مع المسيح. يبتدي يحط آية كده بقى إيه؟ اعتراضية. بس مش كل واحد بقى هو اللي يرث. يعني هل في ناس مؤمنين؟ أه في ناس مؤمنين، مش بالشكل، لكن قلبهم إيه؟ لا. مين هما بقى؟ حطوهم بقى ورا بعض، مع الشر إن ما يبقاش واحد منهم يعني. أما الخائفون وغير المؤمنين والركزون والقاتلون والزناة والصحر وعمت الأوساد وجميع الكذبة فنسوهم في البحار المطلة من أرض كبيرة، الذي هو الموت الثاني. دي الحتة اللي قالها قبل كده، الموت الثاني ده أو البحيرة دي، دي قالها في 20 آخر إصحاح 20. طب مين هم الخائفون؟ مش الخائفون مثلا يعني مثلا واحد مثلا بيخاف مثلا من صرصار، مثلا واحد مثلا زي حد بيخاف مثلا من الكلاب مثلا ده مش هيخش جزء، ده خوف طبيعي، عنده فوبيا، وقاعد يخاف من الاسانسير. لا الفوبيا الطبيعيه يعني احنا بني ادمين يعني، او بيخاف من بكره بوضع طبيعي يعني عنده مثلا حاجه معينه فقلقان شويه، ده طبيعي، ده مشاعر انسانيه. لكن هنا الخائفون ايه؟ الخائفون من اعلان ايمانهم، خايف ان اقول انا مسيحي. على فكره ممكن يبقى واحد عنده حته جبن او خوف في حاجات معينه، لكن يعلن ايمانه، ما اعرفش ازاي. مثلا شوف مثلا اخر الشهداء اللي هم واضحين قوي، شهداء ليبيا، هل دول ما كانوش بيخافوا يعني؟ دول بني ادمين زينا زيهم، كانوا بيخافوا جدا، طبيعيين جدا. ولما راحوا قالوا كده كانوا خايفين، لكن لما قالوا ينكروا ايمانكم قال لك لا مش هينكر. طب مش خايفين من الموت؟ مش خايفين من الموت. ازاي؟ يبقى الخائفون مش هيخشوا مجهود السماوات. الخائفون هنا نقدر نقول برضه ايه؟ الغير واثقون في الله.
غير واثقين في الله. يعني واحد مش واثق في ربنا، طب ده ايه؟ ده خايف، مش واثق في ربنا، يخاف من بكره، يخاف من بكره، ويبقى عنده يعني ضيقه، ويفضل يبقى عنده كده يعني ضعف غير عادي من بكره، او خايف من اي موضوع. لا، اعمل اللي عليك وصلي وقول له يا رب، ربنا يعمل. فالخايف ده اللي هو ينكر ايمانه بربنا، يبقى الخايف من عدم ايمانه، او الخايف من واثق مش واثق ربنا. كان في قصه خياليه كده، سجنها خياليه، قصه جميله بتدينا نفس المعنى الخايف ده. كان في مره واحد بيتسلق على الجليد، بيتسلق على الجليد ده، ففي حبل مربوط فيها، وجه الدنيا ليلت، وبعدين بيبص لنفسه المحض، الدنيا ليل، وسفاد راح وقع، سمعتوا قبل كده؟ فلما وقع مسك في الحبل، طبعا الدنيا ليل، فقعد يصلي ربنا، قال يا رب انا ربع ساعه هتجمد وهموت، انا خايف، يعني يقول لي اعمل ايه؟ انقذني. فجاله صوت قال له ما تخافش انا هنقذك. قال له سيب نفسك. فك الحبل اللي ربطك تقريبا. ها؟ فك الحبل اللي ربطك. سيب نفسك ازاي؟ ما هي مهم، ليه بموت متجمد؟ ولو سبت نفسي انا هحب. قال له ما اقدرش اسيب نفسي. قعد صوت كذا مره يقول مش قادر اسيب نفسي، لحد لما ايه؟ اتجمد ومات. فلما جم تاني يوم الصبح عشان يشوفوه، لقى انه ما بينه وبين الارض قد ايه؟ شكل واحد. لو كان ساب نفسه ما كانش هيحصل حاجه. ده يثبت لنا ان الخوف هنا بيضيع الايمان. هو لو كان عنده ايمان بالصوت، هو شاف العيان، ايه العيان؟ ان انا هقعد كده، فيا اما ينقذني باي طريقه، يا اما انا هموت بجد. لكن هسيب نفسي ازاي؟ طب ما انا كده مات. لا، ما اقدرش. مفيش ايه؟ مفيش ناحيه. لان الايمان هو عكس العيان، العيان هو العيان، انا اشوف حاجه. لكن الايمان عكس العيان، حاجه مش شايفها لكن عندي ايمان بيها. ومش ايمان بالكلام، لكن ايمان بالايه؟ من القلب. فالخائفون ما لهمش ايمان، دول ايه؟ دول ناس. وغير المؤمنين، غير مؤمنين دم المسيح، الركزون اللي رفضونا للرجاء، اللي مثلا واحد زي واحد مثلا بينتحر، هو ده الرجز. رجز يعني رجز، يعني مرفوض، رافض، يعني رافض الرجاء بربنا. عشان كده حد مثلا ما تصليش على الناس دي، لان رافض رحمه ربنا. كان يقول ربنا انا مش عايزك، رافضك. قادرون وزناه معروفه، ودايما دول بيجوا مع بعض، قادرون وزناه بيجوا مع بعض. اصعب خطيه صعبه. مش صعبه ان هي تتغفر، طبعا هي خطيه تتغفر، لكن صعبه على الانسان الضمير. السحر اللي بيستخدموا السحر، في ناس كتير بتستخدم السحر، للاسف برضه بيكونوا مسحيين، يمشوا ورا السحر ورا الاعمال. طبعا بعد الشر علينا، دول على طول ماشيين ورا الشياطين. وعباده الاوثان، طب في ناس عندها تبقى الاوثان، في ناس تبقى الاوثان، في ناس تبقى الاكل. وعباده الاوثان برضه مش 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 بالدين، عباده الاوثان بالقلب، حبه المال، شهوه، واحد موضوع الفلوس بالنسبه له اله، انا عملت توصيل. الكذبه، وهنا قصده الكذبه مش الكذبه، الكذب هنا مش الكذب العادي، لا، الكذب العادي برضه اه طبعا، الكذب العادي من غير اطراف يعني ما نقدرش عليه. لكن جمال داوود قال ايه في المزمور؟ انا قلت في حياتي ان جميع الناس كاذبين. يعني ايه انا قلت في حياتي ان جميع الناس كاذبين؟ كل الناس بتكذب؟ لا، امال ايه قصده هنا كل الناس كاذبين يعني؟ ايه الايه دي تفسيرها ازاي؟ بيفسر هنا معنى الكلام، بس لما تيجي تحب تشرح ايه هاتها بنفس المعنى الايه تاني بنفس الكلمه. فايه هنا كاذبين؟ كاذبين يعني ايه؟ يعني بيمشوا ورا سراب. الناس اللي مش ورا سراب، ايه هو السراب اللي ماشيين فيه؟ اللي هي اول حته اللي قلناها اللي هو هنغلب، هي ايه السراب؟ العالم والدنيا ماشيين صح، هو سراب ايه؟ مش سراب محمد. فاحنا كذابين قدام نفسنا. انا بكره بحسب ومش بكره بحسب. أحسن من المسيح، لكن أحسن في الشغل والعمل، مش أحسن حاجة. هي وسيلة، لكن هو هدفك الفلوس، هدفك المادة، هدفك الجاه، هدفك المنظر، هدفك مفيش، مش هتبقى أحسن. فالناس كلها كذابين، بيمشوا ورا إيه؟ ورا سراب. فده برضه الكذب. اللي بيمشوا ورا كذبة،
يفرق لو يصدق ايه الكذبه؟ ان العالم ده حلو، لا مش حلو. انا لما اروح البلد الفلانيه ده انا بقى حالي احسن، انا بقى احسن لوقت معين كوسيله، لكن دي اولوياتك. طب فنفرض ان انت رحت العالم احسن، رحت العالم احسن او بلد احسن بس فيها شيطان، هذا بقى المحك. اروح لبلد احسن عشان تعيش حياه كويسه ومال، بس مع ربنا ولا ضد ربنا؟ يعني الروح الاول ولا الجسد الاول؟ اروح الاول، خلي الجسد تاني حاجه. دول كلهم نصيبهم في البحيره المنتقده بالنار والكبريت. هو ده الموت الايه؟ التاني. طب ايه هو الموت التاني؟ اشمعنى الناس دي جاب سيره الموت التاني؟ يعني اشمعنى الناس دي جاب فيهم الموت التاني؟ في احد الاباء قال حاجه حلوه قوي، احفظوها دي. قال اللي هيتولد مره من ابوه وامه ومش هيتولد من المعموديه هيموت مرتين. مرتين. اللي هيتولد مره هيموت مرتين. واللي هيتولد مرتين هيموت ايه؟ مره. ازاي يعني ايه؟ اللي هيتولد مره من ابوه وامه ومش هيتولد من جرن المعموديه ده ايه؟ ده شوف موت موتين. الموت الاول اللي هو الانتقام. الموت الثاني اللي هو ايه؟ اما بقى اولاد المعموديه دول بيتولدوا كم مره؟ مرتين. مره من اب وام ومره من ايه؟ من كنت ما بنروح القدس النار او بنروح القدس الماء. دول لما يشوفوا كم موت؟ واحد. موت واحد. وريت على فكره ما شافوه، يعني مش هيشوفوا ولا موت، انا مش هشوفه في الجنه قدام المطر. بس حتى لو ان الانتقال ده موت يبقى اشوف موت واحد، مش هشوف الموت التاني ده. عشان كده قال الموت التاني. لكن ولاد ربنا مش هشوف الموت التاني. اللي هم بقى مش كل دول. اللي هم موجودين من ايه؟ ولادتين، ولاده جسديه من اب وام، ولاده روحيه غيرت فيهم الروح وجددت فيهم الطبيعه الروحيه زي ما نشوف في الانجيل بتاع حد جاي مولود اعمى. ثم جاء الى واحد من السبع ملائكه الذين معهم سبعه جماد المملوء من السبع الضربات الاخيره، تكلم معاه كل الهلمه فاوليك العروس امراه الخروف. قال له بص انت شفت جه بقى واحد ايه من السبع ملائكه الذين معهم السبع جماد. طب الاول نراجع الحته دي. فاكرين السبع جماد؟ كنا بادئين من كام صباح؟ وقبلها كام سبع ايه؟ ها؟ قبل السبع جماد كام سبع ايه؟ ابواق. وقبل السبع ابواق كام سبع ايه؟ خطوم. انا عايزك تحفظوا السبعه دول. لان ده مفتاح سفر الرؤيه. سبع كنايس احنا اتكلمنا فيها في الاول صح خالص. وبعد كده اتكلم في سبع خطوم. وخلاص بعدين سبع ابواب وخلاص بدات تتكلم في سبع جماد دي جبل سبع خلاص اخيرا. فبيقولوا ان في واحد من السبع ملائكه معاهم سبع جماد دول. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ هما الثلاثه واحد. سبع خطوم دول سبع خطوم سبع ابواق سبع جماد ضرب. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ هما الثلاثه واحد. سبع خطوم سبع ابواق هي سبع جماد. بس ايه الفرق؟ الفرق زي ما قلنا قبل كده لو افتكرنا قلنا جت الخطوم قلناها وقلنا جت الجماد قلناها الابواب قلنا جت الجماد قلناها قلنا ايه؟ ان الخطوم هي اعتماد غضب الله. اعتماد غضب الله، قانون نزل. قانون الرولز ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. طب الابواب ايه؟ اعلان غضب الله. اللي مش هيعمل هيحصل، اللي مش هيعمل هيحصل، واللي هيعمل مش هيحصل. السبع جماد تنفيذ غضب الله. ده مفتاح سفر الروم تاني. سبع خطوم اللي هو ايه؟ يعني ها؟ اعتماد. خد ختم اعتمد ختم ختم. سبع خطوم اللي هي ايه؟ اعتماد الله بقدر. سبع ابواب اللي هي ايه؟ اعلان الله بقدر. سبع جماد اللي هي ايه؟ تنفيذ نفذ بقى الله بقدر. لو انت امنت بالمسيح ومش في الناس اللي اتقالت قبلها دي انت مش هتشوف تنفيذ الله بقدر. انت شفت الخطوم شفت اللي هو ربنا اعتمد الولد ربنا نزله الكتاب المقدس قال ما تعملش. شفت الابواب اعلنها سمعتها عملت بقى الكلام بتاع الكتاب المقدس. فمش هتشوف ايه؟ الجمل. جمل يعني غلط تنفيذ غضب الله جمل. فجاء واحد من الملائكه اللي هم مسؤولين عن الجماد التنفيذ وقال له ايه؟ قال له المملوء ايه؟ من السبع ضربات سبع ضربات سبع جماد الاخيره اخر حاجه وتكلم مع هلم فريق العروس اللي بعد الخوف. شوف الملاك هنا حتى اللي ماسك الجامع عايز يفرحه
يفرحوا بالحاجات الحلوه. طب ايه الحاجات الحلوه؟ قالوا فاريك العروس المرأة الخوف. مين هي العروس المرأة الخوف؟ مين هي العروس المرأة الخوف؟ ها؟ الكنيسة. قالوا تعالى اوريك بقى ايه؟ العروس المرأة الخوف كان بوه اللي هتشوفه في ايه؟ في الملك المعد لكم قبل انشاء العالم، ايه الميراث. دي زي ايه؟ دي زي مثل جميل كده، يعني فكره كده، يعني شرح عيني فصلها زي كده، كان احلى بقى الايه؟ قال زي مثلا بنت مثلا وزير الداخليه مثلا حبت ارهابيين خطفوها وحطوها جوه بيت. وزير الخارجيه قال وزير الداخليه ممكن يعمل ايه؟ يفجر البيت، ينهي على الناس دي، بس هيعمل كده؟ لا مش هيعمل كده. بنت موجوده. هيعمل الاول؟ هيخلص بنت الاول. فقال له تعالى قبل ما هننزل الجماد دي تعالى اوريك مين؟ العروس المرأة الخروف اللي ممكن تكون موجوده في قلب العالم لكن هي مختلفه عن العالم. عشان كده مش هتشوف الجماد دي لان انا حافظها. حافظها من مين؟ من القوه اللي حواليها. فاهمين؟ فهنا بيقول لا ما ينفعش العروس دي تشوف اي جماد من الجماد. ما تشوف ما تقدرش تشوف نهايه الزمان. ربنا هيحافظ عليها، هيديهم هدوء، هيديهم ايه؟ هيديهم نعمه، هيديهم بركه. عشان كده حتى الناس اللي يعني ما نصلي ربنا ما يحطناش في الوقت ده. حتى ربنا في سيد المسيح كل مجد على 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 جبل السجن قال له ايه؟ لو يعني قلت الايام دي ده ليه؟ حتى يعني مقترنها ها؟ ايام بس ايام ايه؟ لما ايه؟ خلاص نفس من كتر صعوبتها. طب واللي عاد عايش لكن في المسيح مش هيخاف من حاجه. ليه؟ ليه مش هيخاف؟ لانه هو فوريك العروس. ده ايه؟ ده خطيب العريس اللي هو الكنيسه النفس البشريه الحلوه. يقول له وذهب بي الروح الى جبل عظيم. عشان يقولوا مين؟ الكنيسه. شوف لما اتكلم على امرأة بابل الزانية اللي هي المدينة الكبيرة العظيمة المدينة العظيمة ها الزانية اتكلم على ان هو هيجيبها او نزل بيه للوادي مش كده فاكرين؟ نزل بيه. لكن لما اتكلم على الكنيسة ايه؟ طلع فوق صعب الى جبل عظيم عادي جميلة جدا جميلة ها الاثنين عظام بس دي عظيمة على الارض الارضيات الماديات. اما الكنيسة عظيمة في ايه؟ روحيتها جبل عظيم جبل عظيم اورشليم المدينه العظيمه. شوفوا له ايه؟ وذهب من الروح الى جبل عظيم عالي واراني المدينه العظيمه اورشليم المقدسه. بس هي بتتكلم على اورشليم. انه اورشليم الحقيقه مش اورشليم البلد ها اورشليم اللي تعالى دي بتبقى اورشليم ايه؟ رمز مكت منظر عشان الناس تشوفها فيفهموا من مقاساتها من شكلها من موضوعها فينجذبوا للملكوت عشان الناس على الارض مش بتشوف الا ايه؟ لا بالعين. لكن هم مش بيتكلموا مش ايه الناس النهارده قاعدين عمالين يتخانقوا على اورشليم. يعني اليهود دي بتاعتنا والمسيحيين دي بتاعتنا والمسلمين دي بتاعتنا وبعدين الامم ده خلاص ما بيبقاش بتاعت حد تبقى كده مدينه للكل وعليه خناقات كل الحروب في ميدل ايست ها بسبب اورشليم. وهو مش بيتكلم خلاص اورشليم اورشليم دي انتهت خلاص ما لهاش علاقه باورشليم. هنتكلم على اورشليم ايه؟ المدينة العظيمة السمائية. قال وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراد المدينة العظيمة. إيه هي المدينة العظيمة دي؟ إلى الكنيسة اللي هي إيه؟ أورشليم. بس أورشليم إيه؟ السمائية نازلة من السماء من عند الله. نازلة مش بقى الأرضية، الأرضية دي خلاص كانت ليها وقت وإيه وأخدت عملها أخدت شغلها. شغلها كانت إيه؟ إن الناس لما تشوف الماديات دي والمكات دي تنجذب إلى مين؟ إلى أورشليم السمائية. لها مجد الله ولمعانها شبه اقرب حجر يشبه لونه. لها مجد الله حلو قوي. لها مجد الله دي يعني ربنا مخصص لنا مكان في مجده في عظمته. فانت لما ملك عظيم قوي قوي وعنده قصور وعنده انت هتعيش في مجده هتعيش في العظمه اللي هو قاعد فيها دي داخل خارج بمزاجك كده. احكام على الارضيه مش بس سميتها مش شكلها ايه. الحجر اللي يشبه ده طبيعه الله. لا مجد الله ولا معانها شبه
حجر الايه؟ يشب. ايه حجر الشب؟ حجر اللي هو البالون اللي هو الشفاف الايه؟ شفاف شفاف. فاكرين؟ لما اقول بالون كان صح كده حجر يشب اللي هو ايه؟ بالون ناصع البياض طهارة كاملة يعني شفافة زي ايه؟ زي الزجاج نوراني. النهارده احنا لما عايشين في بيوت لو البيوت فيها ازاز فيها ازاز بنعمل ايه على الازاز؟ مش بنخبيه قاعد في الستاير ليه؟ علشان ما حدش يشوف عورتنا يشوف داخل البيت ان يعني في خطيه في عورت. طبعا مش بالمعنى انا قصدي بالمعنى الروحاني لكن في السماء بالعكس كل شيء ايه؟ مكشوف. ليه مكشوف؟ طهارة. سماء جديده وارض جديده. خاف من ايه؟ مش من حاجه. مفيش فكر الخطيه. مفيش فكر ها؟ زي ما كان ادم وحواء في البدايه خالص. مفيش فكر الخطيه. كان وراء مش عايزين نوع. مفيش في اي شهوه. الشهوه دي جت بعد ايه؟ بعد الخطيه. فيقول له يقول له هنا يقول له يقول لها مجد عالم انا شبهها. حجر كريم حجر يشبه بالنور. وكان لها سور ايه؟ عظيم. ما ماشي صح؟ وكان لها سور ايه؟ سور عظيم. سور عظيم وعالي. وكان لها 12 بابا على الابواب 12 ملاك واسماء مكتوبه هي اسماء اسباط بني اسرائيل العشر. 12. شوف يقول لي وكان لها سور عظيم. طب سور عظيم ليه؟ سور عظيم عالي كله ازاز في ازاز كله ابيض. هنا بيوصف حاجه مش عارف يوصفها من جمالها فبيحاول يوصفها بقدر ان احنا نفهمها. لكن الموضوع موضوع روحي. سور عظيم ليه؟ احفظها. سور تمام رمز الايه؟ الحمايه. مش فاكرين الايه اللي قال ان ما كان ولا في حزن ولا في وجع ولا هيجي الوجع منين؟ ما فيش حاجه هتخش مفيش حاجة عادية هتخش، مفيش شيطان هيبقى فيه. سما إيه؟ سما جديدة ما فيهاش روح شرع. فلها سور عظيم، السور العظيم ده إيه؟ سور عالي، وكان لها 12 بابًا. طبعًا هو شايف أبواب متقسمة بطريقة معينة برضه يمكن هنا إحنا برضه مش قادر يوصفها أوي، لكن برضه هو وصف ما قاله الملاك واكتب، والروح القدس اللي قاله واكتب. كلها حاجات روحية، 12 بابًا. على باب 12 ملاك واسماء مكتوبه، ايه هم الابواب وايه هم الملائكه؟ وليه 12؟ وبعد كده يقسمهم ونشوف التقسيم. هو هنا بيتكلم على السماء، فبيتكلم على ال 24 شيخ، مين 24 شيخ؟ 12 سبت قديم و 12 سبت ايه؟ عهد جديد. ال 12 سبت قديم قالوا ولا 12 ملاك واسماء مكتوبه اسماء اسباط اهي بني اسرائيل 12. يبقى كل من هم جادين وعلى رجاء القيامة وعلى رجاء مجيء المسيح في العهد القديم هما في صلب الأسباط دول من هيبقوا في المكان ده هيحافظوا المكان ده هيحافظوا بإيه؟ بتعليمهم بمقامتهم بتوبتهم بكلامهم بحكمتهم بالكتاب المقدس يبقى هو الصور العظيم. طب أنا وأنا في العالم يبقى ليه صور عظيم؟ ليه صور عظيم؟ هو إيه؟ كلمة الله عهد قديم بس عادة دي بس هيجي بعد كده يكمل بس هو في الاول قال له ايه؟ قال له لا 12 بابا وكل باب عليه ايه؟ ملاك 12 ملاك واسمائهم مكتوبه هي اسماء ايه؟ اسباط بني اسرائيل 12 كل سبط. طب اشمعنى الاسباط؟ يعني هل النهارده مثلا ما قبل الاسباط مش هو في المكان ده؟ يعني مثلا طب ابراهيم ما كانش في الاسباط هو قبل الاسباط نوح هو بيتكلم على رمز العهد القديم. زي ما بيتكلم على رمز العهد القديم هو ايه؟ ال 12 تلميذ. لكن هل احنا لا احنا في صلب ال 12 تلميذ. والتلميذ في صلب المسيح، احنا في صلب المسيح من خلال ايه؟ العهد القديم والعهد الجديد. فبيتكلم على 12 سبط. ال 12 سبط اشمعنى 12؟ قال كل الاربع اركان بتوع الارض. اربع اركان في ثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ آب ابن القدس. يبقى الثلاث أقانيم الكمال الله في كل الأركان. كل من هو في الأركان شرق شمال جنوب غرب هم إيه؟ هم داخلين السماء مع مع المجد.
الذهب الى الاوروب بشكل اصغر، مش كده؟ هو نفسه الف الايه 13 من الشرق سلاسل ابواب، حتى ال 12 دول قسمهم لنا 12 3 شرق 3 شمال 3 جنوب 3 غرب. طب اشمعنى قسمهم كده يعني؟ اشمعنى الشرق بدا بالاول؟ ها؟ معروف ليه الشرق؟ بس الشرق ده ايه؟ الشرق ده ايه؟ شرق يعني نور، المشرق من الايه؟ من العلاقة. بعدين شرق بتكلم في الاول، في الاول خالص بتكلم على مين؟ على المسيح. شرق عارفين لما يجي واحد تقول له ايه؟ تقول له انت شرقنا، انت مش انت لما جيت اشرقت علينا بنورك، مش كده؟ فده معنى الشرق رمز الايه؟ للنور. فيبتدي بالشرق، شرق سلاسل ابواب، ومن الشمال الى علو بقى. الشمال ده من ايه؟ فوق نورث شمال. فالشرق العلاء، الشمال العلو، واحد عنده علو. وبعدين الجنوب، الجنوب ايه؟ حتى الناس اللي كانوا مهملين بس تابوا، ها، وكانوا تحت رفعهم لفوق، بس كان في العهد القديم وفي العهد الجديد. وبعدين بعد كده ايه؟ الغرب اللي هم من الظلمه، اللي كانوا في الظلمه، زي مثلا القديسين مثلا زي موسى الاسود، زي اغسطينوس، وزي القديسه بائسة، زينا كلنا، كلنا خطوه بنحاول نتوب. فيبقى الاربعه دول اللي هم الاربعه دول ماشيين كده مع بعض. وعشان كده حتى ها في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، والنور اضاء ايه؟ في الظلمه. يبقى النور الشرق عين الفوق بينا، جاب اللي تحت وجاب اللي في الظلمه ودخلهم كلهم في حضن مين؟ حضن المسيح على كل من. وبرضه لما تيجي انت يعني ده انا مش هشرحها قوي، لما تيجي انت تبص في ال 12 سبط بتوع بني اسرائيل تلاقيه بدا مثلا براؤوبين، وبعدين بعد كده شمعون، بعد كده لاوي. طب ايه الفكره دي؟ سراؤوبين يعني ايه؟ راؤوبين يعني شاف او 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 شرق. فاول واحد ايه؟ شرق راؤوبين. وبعدين بعد كده ايه؟ شمعون. شمعون يعني اسمعوا، اسمعوا له يعني، يعني كل ده رمز المسيح، اسمعوا له. بعد كده ايه؟ طب انت شفته وسمعته. لاوي يعني ايه؟ يعني يقترن. ده معناها بالعربي يعني. فتلاقي الثلاث اسماء الاولى دي تحس انها فيهم ايه؟ فيهم نور، فيهم عظمه. يقول له الاول ايه؟ اول حاجه يقول له راؤوبين. واخر واحد كان بنيامين. وكان راؤوبين الاول وبنيامين الاخير، وبنيامين يعني اليمين. فبدا من الاول ونهى بالايه؟ باليمين. راؤوبين رايت ابنا. راؤوبين كلمه راؤوبين رايت ابنا. اول ما يعود خالد سمى راؤوبين رايت ابنا. فرايت ايه؟ المشرق من عليه. المشرق من عليه. ده راؤوبين. ويجيب لك ايه؟ طب انت شفته امنت بيه، امنته كمولود متجسد. راؤوبين انت راؤوبين. طب بعد كده ده بيت ايه؟ لو انت امنت بيه وما سمعتوش يبقى انت ايه؟ ما عملتش حاجه. يقول لك راؤوبين ادي شمعون. انت شفته رايته بعدين ايه؟ سمعت له. طب المسيح لما كان في المعمودية قال لي هذا ابن الحبيب الذي به ايه؟ سررت. في التجلي قال لي ايه؟ هذا ابن الحبيب الذي به سررت له؟ اسمعوا. طب اشمعنى هنا ما قالش اسمعوا اسمعوا هنا اسمعوا اسمعوا؟ بس تاني مرة شفت خدمته، شفت حياته قبل التجلي، كان في خدمة مسيح، فلو اسمعوه ده مين؟ ده شمعون. طب انت راؤوبين وشمعون لازم تبقى كمان لاوي. لاوي هو ايه؟ تقترن. لاوي معانا كلمة يقترن. فلو انت شفته وسمعت بس ما اقترنتش بيه مش هتبقى من الشرق. ثلاث ابواب او ثلاث ابواب اهو. وايضا برضه في برضه تفسير جميل جدا يقول لك ايه؟ معنى كلمة يهوذا، يهوذا اللي هو مين؟ هو مسيح او من سبط يهوذا، اللي هو من سبط يهوذا. في عدد الله عشان مش فاكر ايه، في 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 سفر العدد الاصحاح الثاني بيقول ايه؟ كان بيكلم موسى وبيقول له، بيكلم موسى وهارون بيقول له اعمل خيمه الاجتماع. فبيقول له ايه؟
الزيتون الى الشرق نحو الشوك يهوذا حسب اجنادهم. يعني هل يهوذا هو مسؤول عن الشرق في خدمه الدفاع؟ طب اشمعنى؟ اشمعنى يهوذا؟ ها؟ يهوذا سبت المسيح اللي جبت من نفس المسيح. كمان يهوذا رمز لمين؟ الشرق. فالمسيح رمز الشرق، عشان كده ابتدي هنا بايه؟ بالشرق. المسيح. من الشرق ثلاث مرات، وعشان كده من هنا برضه بقينا احنا بنصلي ناحيه الشرق. ربنا موجود عليك، ربنا مش موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، ممكن في اي مكان تصلي. بس تبقى عارف فين الشرق، فتمنى تفتكر ان المسيح هيجي منين؟ من الشرق، هو المشرق من العلاج، هو من ضد يهوذا اللي ربنا امنه على المكان بتاع الشرق في خيمه ايه؟ في خيمه الاجتماع. فاهمين انا قلت ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ وسور المدينه كان له اثنا عشر اساسا. الله سلام. سور المدينة بقى. ده كان بيتكلم على ايه؟ ها؟ سور عظيم وعالي، اثنا عشر باب. كان بيتكلم على سور المدينة. كان له اثنا عشر اساسا من اللي تحت. مين هو الاثنا عشر اساسا؟ وقالوا فسروا وعليها اسماء رسل ايه؟ الخروف الاثنا عشر. طب اشمعنى رسل؟ مش قال ونحن مبنيين على اساس الرسل؟ مش كده برضه؟ احنا مبنيين على ايه؟ الكنيسه مبنيه على ايه؟ على اساس الرسل. اساس الرسل هو ايه؟ الاساس هو وصول المدينه وهذا له 12 اساس. عشان كده لما نيجي احنا كنيسه رسوليه ما حدش يقول علينا بقى. يعني ما نعرفش الرسل دول. احنا نعرف المسيح. طب الرسل والتلاميذ. الرسل هنا بمعنى ايه؟ مش الرسل، الرسل كنوايا. البدره الاولى بتاعت الكنيسه الاولى. وصول المدينه كان لها 12، يعني دي تحطيها يعني معلش يعني الايه دي تحطيها كده في عين اي واحد ينكر عمل الرسل. بقيت عمل الرسل ايه التذكاريه دي؟ مالناش دعوه بالكلام ده، احنا دعوه بالكلام القدس، الكلام القدس يا اخويا. اذا كان قال في سفر الرؤيا ان المدينه الكنيسته عروس الخروف هي مبنيه على اساس ايه؟ الرسل. ده في السماء وعلى الارض. واول واحد من الرسل ايه؟ اول واحد العقوبين الاصباط. واقول واحد بطرس مين؟ بطرس. ليش معنى بطرس؟ لما قال له من يقول الناس عنه؟ قال له انت هو المسيح ابن ايه؟ ابن الله. قال له على هذه الصخره ابني ايه؟ ابن كنيسه. صخره دي صخره الايمان والرسل. صخره التعليم الرسل. الرسل هنا كمثل الرسل كلهم، يعني كلهم الرسل قالوا انت مسيح ابن الله. هم اول من قالوا. طب ما نسنائيين في البدايه خالص قالوا انت المسيح ابن الله. لما راح لفيلبس قال له راينا المسيح الذي انت بتدور عليه. قال له مين؟ قال له ناصره ياتي شيئا صالحا. هل المسيح قبله؟ قال له انا كنت انا عارفك من ايه؟ من قبل ما من دول من تحت شجره وانا ايه؟ وانا عارفك شجره الدين. شجره الدين ما حدش عارفه غير انا وامي. لان كان نسنائيل كان تقريبا في سن المسيح وقت ما هيرودس كان هيقتل الاطفال، فامه خبته فين؟ تحت في الميت فعاش. قال له سيدنا ما حدش عارفه انت والمسيح ايه؟ ابن الله. تعرف الخفايا. واحد الرسل قالوا انت مسيح، واحنا عايشين على ايه؟ على اساس مش معنى ما قالش 70 لان بيتكلم على التمييز وفيهم الرسل. هو كرامز كرامز. يبقى وصول المدينه كان لها 12 اساسا اساس. الايه دي مهمه جدا في ايماننا بعقيده كنيستنا الارثوذكسيه الكنيسه الرسوليه. والذي كان يتكلم معي كان معه قصر من ذهب لقلاقيس المدينه وهو قصرها. دي هنوصل ان شاء الله بنعمه ربنا عشان ما نطولش عليكم. ونشوف ايه المقياس وايه هو المقياس